أنا لعب كرة قدم معناها من اللي عمري 8-9 سنين دخلت للدومين متاع الكرة، وكنت حتى مقبل معناها مغروم برشا معناها خاطر الوالد كان زادة لعب كرة قدم، دونك كانت مغروسة فيا الحاجة معناها من اللي تولدت ديزون. التجربة متاعي بدأت في المستقبل هذه بالمرسى معناها الفريق الأم، بحكم معناها كنت نسكن في جهة قريبة للنادي هذايا، ومن بعد معناها تنقلت لبرشا فرق، نجم الرياضي الساحلي، نادي الافريقي، من بعد عملت تجربة في روسيا 2008 ورجعت مع نادي البنزرتي 2009، تحولت الترجي الرياضي التونسي وقعدت 3 مواسم فيهم، معناتها لعبت مقابلات كبيرة ومقابلات على مستوى عالي معناها في البطولة ولا في كأس افريقيا، وتمت دعوتي للمنتخب معناها من بوابة الترجي. فترة معناها مهمة في حياتي معناها الكروية سورتو. معناتها كيما أي إنسان معناها يسمع بخبر خايب وهو وكونه ابتلاء من عند معناتها الله سبحانه، ما كنت معناتها نجم نعمل حتى شيء، كان معناها ندعي ربي ونتمنى الروح الشفاء ولجميع المؤمنين، خاطر أي إنسان معرض معناها باش يصير له معناها ابتلاء مرض ولا 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 حادث ولا. قبلتها وكانت عائلتي بالطبيعة أقرب الناس ليا هما اللي وقفوا معايا، ومعناها وعدد من الأصدقاء اللي معناها نوجه لهم تحية سونس إكسبسيون. بعد ممكن 4 سنوات كنت بعيد، تعرف بعد معناتها المشكلة الصحية وكذا، رجعت وتوا وليد موجود معناها كيما هو يقول ولا ماهيش مزيه معناها، خاطر خدمت على روحي. اي انسان معناها يخدم على روحه ويكون بيرفورمون ويكون معناها يعدي في مقابله طيبه باش تتم دعوته معناها المنتخب راهو معناها اي واحد عنده الحق. معناتها بالنسبه لي نتنفس كوره نعيش كوره، ما نجمش معناها فهمني اي حاجه ممكن نجم تصير لي نقول ما تمنعنيش باش ما نوصلش نلعب كره القدم.